تحلفيش علي. السلام عليكم. ما تحلفيش علي جدع بنتي. هذا الطبيعي والمعقول اللي يحصل اللي بيحصل في بلدنا. يا شباب هيقفلوا يا شباب. انا مستفاد ايه من تيك توك لما راجل زي ده ابو سعيد اخرج قفله بقى السن ده لما يلعب بنت زي دي قاعده مع ستها او مامتها وهي بتشجعها وبتتكلم كلام قعفله وشكرا على المتابعه قعفله يا شباب قعفله يا شباب. احنا فين؟ هم دول المفروض ان المستقبل بتاعنا. هيقفل ابو سعود هيقفل. دول مستقبل بلدنا، دول حمات المجتمع، دول امهات المستقبل. هم دول امهات المستقبل، هم دول المفروض يعلموا عيالنا. عندك كم مشاهده على ايه اللي يحصل بكره؟ هم دول عندي 1700 اخو واخت. ده اب بيعلم بنته الصح من الغلط. ده الاب المفروض ان هو بيعلم بنته الصح من الغلط. والله بجد مفيش كلام يتقال ولا في اي حاجه. الحزن مش طبيعي. انا مش عارف اقول ايه الصراحه. هيقفلوا. ربنا يسامحكم. ربنا يسامحكم على اللي انتوا بتعملوه.